يتملك شعور عدم الجدوى تفكير بعض الشباب السوريين، وتحديداً من بقي منهم حبيس الوطن، هارباً من سيارة الشرطة العسكرية أو يقضي ساعات النهار منتظراً جرة الغاز، بالإضافة إلى المستقبل المجهول وحرب استنزفت طاقاته وسرقت أجزاء من جسده. كل ما سبق يجعل الانتحار خياراً أمام بعض الشباب في سوريا، يحاولون من خلاله التخلص من الضغوط الاقتصادية وانعدام الطموح أو الأمل بالمستقبل، خاصة مع غياب القانون وتفشي العنف في تفاصيل الحياة اليومية، بالإضافة إلى التشتت الاجتماعي والفقد. دمشق في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانتحار في السنوات الماضية، بينما جاءت اللاذقية وحلب في المرتبة الثانية والثالثة، ولمس عدد المنتحرين 400 شخصا خلال هذه السنوات حسب ما صرح مدير عام هيئة الطب الشرعي في حكومة النظام زاهر حجو. تغيب الإحصائيات الدقيقة عن مناطق المعارضة، بينما يشكك كثيرون فيما يصدره النظام حول عدد المنتحرين، خاصة وأنه لا يحج الشباب للانتحار، حيث يتولى هو مهمة قتلهم داخل المعتقلات أو بالبرامج المتفجرة. خارج سوريا لا يعاني السوريون من الحرب، إنما تقتلهم ارتداداتها، تحديدا في دول الجوار. كثيرون قرروا إنهاء حياتهم حتى بعد وصولهم إلى أوروبا، فليستخدموا الموت وجها جديدا ليخطف أرواح من تبقى من السوريين.